أنا واقف هنا باب يم الحرس. جت السيارة مفخخة نوع رينو. اجدازت السيارة الكوستر. من اجدازت السيارة الكوستر انفجرت على الشباب اللي يطاعون على الشرطة في مديرية النجدة. رأسة انفجرت السيارة عليهم وأدت إلى حوادث. والخسائر ما يقل يعني تقريبا على 25 شخص أكثر. السلام عليكم كوستر. موجود موجود موجود.